محدش كبير على الوقوع، محدش معصوم من الفشل والإحباط، محدش بعيد عن الانهيار في أي لحظة، واللي بمرش بكل ده هيمر في يوم أكيد. الحياة بقت أصعب من إنها تمر بسلام وتلاقي نفسك الدنيا بامبي. بامبي؟ ما بقاش البامبي موجود في الألوان، شالوه. يعني الدور جاي عليك أكيد. إحنا دورنا لو مش جوه الطوفان يبقى لازم نسند بعض، تطبطبوا على بعض، قولوا كلام حلو لبعض، شجعوا بعض، اسألوا على الغايب، شجعوا بعض، حنوا على بعض. كفاية بقى تقليل قيمة وتنمر وتريقة وانتهاك مساحة الحرية لأغراض نفسية مريضة. كفاية الله يكرمكم ندوس على بعض ونهين بعض ونطلع على كتاف بعض. كفاية نموت بعض بكلامنا واستهترنا، هي الدنيا مش ناقصة. بلاش نزود الهم همين، مش ناقصة هي حرب على الدنيا وعلى الناس اللي حوالينا. والله العظيم ده أنا شفت ناس مستنية بس كلمة حلوة عشان تقوم وتعافر تاني في الطريق اللي الدنيا حطتها فيه، وناس مستنية بس طبطبة عشان تحارب أمراض وفقر وجهل وتعب وظروف صعبة. شفت ناس بتنهار لأنها مش لاقي حد يحتويها مع إن أصحابها وعليك حواليها، وشفت ناس بتنهي فصل في حياتها سواء جواز أو صداقة أو عمل لمجرد إن الطرف التاني مش متفاهم إنهم تعبانين دلوقتي ومحتاجين سند. اسندوا بعض، اسندوا بعض، اسندوا بعض.